اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حنايا في فيديو جديد في الشركه هنايا ديال الشعر، واخا اللي ديما كنحكي عليكم موسي، لا مارك موسي اللي ديما كنقول لكم راه واحد كاين واحد البرودويات زوينين بزاف على قبل الشعر، ما كيخلي ما كيطيحش، فيه لي برودوي كاملين ديال الشعر، فيها سيروم، فيها شامبوان، فيها لي بيلول، فيها قولوا لي فيها الفنيدات اللي كيخليو يقوي لك شعرك. المهم انا غادي نوريكم شويه البيرو ديال موسي ديال هنايا، ديال شركه مخصصه في التور. هنايا مع لي برودوي كاملين ياك، حطينا هنايا هذه لا مارك ديال جديده اللي خرجات، يلا خرجات دابا ميم با واحد الشهر دابا، ديال لي برودوي ديال الوجه. لكن موسي هلو، هاي How are you? Good, and you? I'm fine. من هذا هو مول الشركة ياك، حنا كاين عنده دابا في الشركة، غادي نحكيو شوية على لي برودوي اللي خرجوا جداد، وعندنا لي برودوي ديالنا اللي ديال الشعر اللي ديما كنحكي ليكم ديما. هادو لي برودوي يلاه خرجوا واحد الشهر دابا، خاصني غادي نجلس بالتقطيق دغيا، بوركي هو عباره على سيرومات ياك، سيرومات ديال كونتورين ديال العينين، سيرومات ديال بيلين ديال الوجه، تونيك ديال الوجه، الكريم ديال الليل وديال النهار، فيه على قبل دارك سبوت، على قبل هذوك البقاع اللي كتسولوني ساره شنو نقدر ندير على قبل هذاك البقاع. بون غادي نحكي لكم واحد شويه على هاد لي برودوي، يلا خرجوا دابا شهر تقريبا، والصراحه هادو راه غادي ناخذهم وغادي نديو معايا لاسبانيا، وغادي نوريكم شويه كيفاش خارج في وجهي. انتوما دابا هاوما ياك، انا غادي نوريه لكم هايا، هادو البومادات اللي كنقول لكم ديال الوجه، هذه ديال الليل، هذه ديال النهار، هذه على قبل على قبل هذا التبييض ديال الوجه، هذه على قبل البوتوكس ديال الوجه ياك البنات، هذا على قبل باش يسد المسامات ديال الوجه، هذا البيلين اللي قلت لك واعر واعر واعر، هذا البنات مهم بزاف، هذا اسيدو اوريديك باش كينفخ الوجه، هذا اللي تحت العين، واخا لا مارك موسي اللي ديما كنقولها لكم، حنا عندنا المصحنه في لندن. هاو هذا وهذا تونيك، وهذا الغسيل ديال الوجه، وهذا واحد اخر تونيك، وهذا ديال الشمس ضروري اللي استعملتو هادو لي برودوي، ضروري خاصكم ديروا هذا البرودوي، اوعر برودويات ديال الوجه، كيخلي الوجه كيشعل البنات، خطير بزاف. اللي بغيتو اتصلوا بيا، غادي توصل لكم هادشي فيما كنتو في العالم، واخا تكونوا حتى في طنطان فيما كنت الحبيبات، كلشي وصل لكم من كاع اوروبا، اي بلاصه خصوصيا. دابا غادي نمشي لكم ديال لي برودوي ديال الشعر، تريتو من شهر حتى 6 شهور كاين، انا غادي نوريه لكم دابا، وانا عاودت لكم ديال الوجه لي سيرومات اللي عندنا 100% غارونتي، هذاك الشيء كيحيد، وغادي نديه معايا وغادي نديرو في وجهو، وغادي تشوفوا النتيجه، وغادي كلكم غادي تقولوا لي سارة انا بغيت. من البنات دابا لا غام اللي دويت عليكم على قبل الشعر، المهم الكبيره لا ديال 6 شهور، هذه عباره غنوريكم شويه وغادي نهضر لكم، هذه عباره على شامبوان ياك، لي بيلول، لي سيرومات ياك، لي سيروم هادو، عاوتاني لي شامبوان هادو، لي فيتامين ياك اللي كنديروهم في الشعر، وهذا الديرمورولر اللي كان قبل ما كنديرو لي سيروم، كنحكو راسنا بهذا باش يكون عندنا نتيجه. هذا الباك هذا ديال 6 موا، هذا الباك ديال نفسه ولكن كونتي تقل، هذا لي باك ديال شهرين ياك، شامبوان هذا، شامبوان هذا، شامبوان اللي باغي يشري شامبوان راه هو كيتباع، وهذا هذا اللي كنت عقلته جبت الفينيدا،
هذا دور من الرولر مع لي فيتامين، هذا ديال الشهر. ها هما كاينين لي شامبوان ياك، هذا لي شامبوان اللي غادي نهضر لكم، هذا قبل الناس اللي عندهم القشره ياك، هذا كيتستعملوا هذا. وهذا السيروم، السيروم هو هذا شامبوان على قبل الناس اللي عندهم القشره، هو هذا ياك شامبوان ابخي شامبوان، هو هذا دار مع الرولر ديال الشهر، ديال شهرين البنات وديال 3 شهور. شحال ديال الفنيدات كتشربوا؟ واخا كتشربوا مره ثلاثه المرات في النهار كتشربوا، تغسلوا في شعركم بهذا، استعملوا هذا، تشربوا هذا وديروا دير مع الرولر لشعركم ضروري. هذا اللي شفتو كاينه واحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ياك، هي سته في 6 شهور. كل 5 ايام خاصكم تستعملوا لي سيروم في الشعر، كل 5 ايام قولوا تقريبا كل سيمانه بحال هكا كخاصكم تستعملوا ومزيان صراحه. ديما كنقول لكم كنوريكم احسن حاجه واحسن برودويات. هاد لي برودوي صراحه افكتيف على قبل الشعر، كيعطي نتيجه للناس اللي عندهم تساقطات الشعر، الناس اللي كانوا كيستحدموا لي بيلول سي نورمال مع الولادات، بزاف بنادم كيطيح لي شعره كتسولوني انايا شعرك زوينه صراحه شنو كتستعملي، انا كنستعمل هاد لو برودوي صراحه عندهم نتيجه 100%، انا كتعجبني. علاش وريتها لكم؟ باش تشوفوا النتيجه ديالها والنتيجه ديال الناس اللي كتستعملوها. علاش بور اكزومبل وريتكم في هذاك الفيديو ديال لي باسيون اللي عندي اللي داروا الزراعه ديال الشعر، كنعطيهم هاد لي باك ديال 6 موا، كنعطيهم هذا باش كيحصلوا على 100% النجاح ديال هذاك العمليه، راه مهم بزاف بزاف. هذا كيعاون وكيساعد وكيكمل كيكمل العمليه اللي انت درتي. علاش؟ بدون هذا ما غاديش يطول لك شعر، لا البصيلات لا غادي يكون عندكم النتيجه 100% مضمونه. بهاد لي برودو كتكون عندكم النتيجه 100% مضمونه. وانا كاينه في البيرو ديالو نيت، راه كتشوفوا موسي لور، كلشي موسي كلشي موسي البيرو ديالو سي نورمال. ومرحبا والف مرحبا. اي واحد باغي هاد لي برودوي يتصل بيا في التليفون، ديما كنقولها لكم وديما كنحطها لكم في صندوق الوصف. 00 34 631 56 24. وكما العاده كنبغيكم بزاف وكنوريكم الاحسن الاحسن. اللي باغي هادو لي برودوي كومونديهم ليا ونصيفطهم لي في اي بلاصه في العالم، في مكان في المغرب، في فرنسا، في ايطاليا، في الاسبان، في اي بلاصه. مرحبا والف مرحبا وشكرا لكم، وكما العاده بارطاج. باي باي.